شو هو الذكاء الاصطناعي؟ وكيف بيتعلم وبيشتغل أساساً؟ وشو في أمثلة له ممكن نطبقها؟ خلينا نشوف. يا ويلكم جميعاً. أولاً خلينا نحكي شو هو الذكاء الاصطناعي. هو ببساطة قدرة الآلة على القيام بمهام تتطلب عادةً ذكاء بشري، مثل التعلم وحل المشكلات واتخاذ القرارات. فأنظمة الذكاء الاصطناعي بتستخدم خوارزميات أو مجموعة من القواعد لتحليل البيانات وتقديم توقعات أو توصيات بتعتمد على البيانات وتحليلاتها. ما شرط الذكاء الاصطناعي كمان يكون روبوت، ممكن يكون مجرد نموذج. وأكثر نوع شائع للذكاء الاصطناعي هي النماذج اللي بتتدرب لتتعرف على الأنماط بالبيانات وتتوقع بناء على هي الأنماط. بس كيف بتتدرب أو كيف بتتعلم؟ ممكن أنه تكون خوارزميات التعلم لهيك نماذج مشرف عليها، يعني نحن مندربها على بيانات مصنفة مسبقاً بنتائج معروفة أصلاً، مثل لما ندرب نموذج ليتعرف على إيميلات السبام، مندربه على 100 إيميل مصنفة كل إيميل إذا كان سبام أو لا، وهيك إذا عطينا نموذج الذكاء الاصطناعي إيميل جديد بيقدر يتوقع بناء على هالتعلم إذا كان سبام أو لا. وفي تعلم غير مشرف عليه، يعني بتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات مانها مصنفة، ولازم النموذج يتعرف على التصنيفات والأنماط لحاله. مثلا بيوتيوب في نماذج ذكاء اصطناعي بتتعلم سلوك المستخدمين، مثل نوع الفيديوهات المفضلة أو نوع الأغاني المفضلة، طولها، الاهتمامات، وبناء على هالشي بيتعلم لحاله شو رح يقترح على المستخدم مع الأيام. وكمان في التعلم العميق يلي من اسمه عميق، شبكات عصبية مستوحاة من بنية الدماغ البشري وبتتألف من طبقات من العقد المترابطة يلي بتعالج المعلومات. مثلا بتم تدريب نموذج باستخدام خوارزميات التعلم العميق لمهام مثل تمييز الصور، فممكن ندرب الذكاء الاصطناعي على مجموعة كبيرة من صور القطط مصنفة مسبقاً بأشكال مختلفة، بس منحلل فيها عدد من الخصائص مثل شكل الوجه، العيون، شكل الأذن، وضعها، الذيل، الحجم، وخصائص تانية كمان. بالتالي لما نقدم صورة جديدة لقطة بتم تحليل هاي الخصائص نفسها ومقارنتها بالبيانات اللي تدرب عليها الذكاء الاصطناعي، ووقتها بيعطي تقييم للخصائص وبعدين بيعطي إجابة إذا الصورة الجديدة لقطة أو لا. طيب كل هالحكي شو بفيدنا عملياً؟ بناخذ مثال يلي هو المثال الأبرز اليوم، واللي هو الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. هيك نموذج مثل تشات جي بي تي قادر اليوم يحاكي محادثة وكأنها محادثة مع إنسان عادي. الفرق إنه ممكن يجاوبك على أي سؤال، ممكن ما يكون دقيق 100% بس قريب لدرجة كبيرة من الدقة. وهيك نموذج بيستخدم شيء اسمه معالجة اللغة الطبيعية ليفهم رسالة المستخدم يلي بيكتبها، بعدين باستخدام طرق التعلم اللي حكيناها بيعمل رد، سواء بيعتمد على البيانات اللي تدرب عليها أو على الدردشات مع مستخدمين تانيين. هيك نموذج بيجاوبنا على أسئلة. بس شو كمان ممكن نعمل؟ مثلا بالطب ممكن للذكاء الاصطناعي عبر التعلم العميق يحلل بيانات المرضى والفحوصات والصور الشعاعية وحساسيتهم من الأدوية، ويوصف أدوية أقرب ما يكون لعلاجات مثالية. وحتى بمجالات النقل ممكن للذكاء الاصطناعي يوفر جدول لبرنامج نقل يكون أكثر فاعلية من برامج موضوعة باليد، ويعطي تحليلات أفضل لسير الرحلات، وممكن يحذر لما يصير في مشاكل بوقت مناسب لنتجنب وقوع كوارث بالنقل. وهيك بنكون عرفنا نظرة عامة عن الذكاء الاصطناعي، وبفيديوهات لقدام رح نحكي أكثر عن التطبيقات العملية له. ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتشوفوا الفيديوهات على القناة، وإذا في أي أسئلة حطوها بالتعليقات. سلامات.